يعني الناس اللي هما حابين ينحيوا اللغة الفرنسية ويستبدلوها بالإنجليزية من أجل خدمة أمريكا وليس من أجل خدمة الجزائر. إذن كاين نفوذ فرنسي وكاين نفوذ أمريكي، تقدروا فيما بعد أنتم تصنفوا هاد الناس وين راهم يخدموا، يا هل ترى راهم يخدموا في الوجود الأمريكي ولا راهم يخدموا في الوجود الفرنسي. بعد التنحي هذا ولا التنحية نتاع واسمو هذا الجنرال توفيق، بدأت تبان بعض الأمور الأخرى وهي كلها متعلقة بالخليفة نتاع بوتفليقة. اللي راهو الآن في 2016 ما زالوا يعتقد من أنه بوتفليقة راهو يعين وبوتفليقة راهو ينحي وبوتفليقة راهو يدير ويدير، هذا حمار راه متكسل في راسه. هذا ما عنديش كيفاش تفهمه، حمار متكسل في راسه. بوتفليقة انتهى، بوتفليقة لو كان ما يخافوش فيه ربي ويبدلوا له حوايجه لو كان يعشي ناتن عاجز. ولما نقولوا في هذا الكلام رانا نقولوا في واقع، ما راناش نزيدوا من روسنا، راهو مريض ربي يتولاه. راكم تشوفوا لعلكم هذه المدة راكم شفتوا بعض الصحفيين انتهى الدور تاعهم بعد ما تغلق المكان اللي كانوا يديو منه المعلومات، انتهوا. راكم تشوفوا فيهم كيفاش راهم يتمرمدوا درك لانه ما عندهمش معلومات. السينما هذه اللي الان راكم تشوفوا فيها، فيه ناس اذا راهم يخدموا في الوجود الامريكي وفيه ناس راهم يخدموا في الوجود الفرنسي. ربراب هذا هم اللي خلقوه، حداد هذا هم اللي خلقوه، كيف ما خلقوا من قبل الخليفه لما هما تنتهي المهمه نتاعهم والله العصابه تغلب تجي عصابه مكانها، فيما بعد هو راه يروح كل شمعة. يا سعدك يا الانسان اللي راك تخدم للجزائر، يا سعدك يا الانسان اللي راك صافي مع ربي، يا سعدك يا الانسان الصادق مع الشعب نتاعك، يا سعدك يا الانسان اللي راك صادق مع ربي. إذن هذه الخلوطة اللي راها تجري في الجزائر، هذه الشكشوكة اللي راها تجري، هي كلها متعلقة بالخليفة نتاع بوتفليقة.